أيضا هي من يعني نحن لأنه نعمل مع كل الدول العربية، فالجزائر هي من الدول التي لديها منظومة تقوم الآن على تحديثها لكي تضع الإطار القانوني والتشريعي والمؤسسي بالشكل السليم الذي يضمن لها أن تقوم بتنفيذ إطار سنداي والحد من مخاطر الكوارث بالشكل المناسب، والذي سيخدم ويحافظ ويحمي سبل العيش والأشخاص في الدولة، لأنه اكتسبت الدولة الكثير من الخبرة في التعامل مع خطر الزلازل نتيجة وقوع عدة زلازل مدمرة على مدار العقود السابقة والتي خلفت الكثير من الخسائر المهولة. وطبعا الجزائر نتيجة ذلك لديها الخبرة، وضعت استراتيجيتها الوطنية لحد مخاطر الكوارث بعد أن قامت بوضع العديد من الاستراتيجيات الوطنية لكل خطر على حدة، والآن تطلع بوضع التصور العام الذي يدمج كل الأخطار ويقوم بالعمل عليها بشكل يعني منتظم أكثر وبشكل نظمي أكثر. طبعا الجزائر أيضا هي نشيطة جدا في على الصعيد العربي أو الإقليمي وعلى الصعيد العالمي، تشارك في كل المؤتمرات والمنتديات والمنصات التي تتحدث وتناقش موضوع مخاطر الكوارث، وهي طبعا سباقة في هذا المجال كمان ليس فقط قلنا على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العربي أيضا.